أهلا بكم، وهذه نافذة إخبارية جديدة نواصل فيها إلقاء الضوء على مستجدات الأحداث في قطاع غزة وعدوان الاحتلال الذي دخل يومه الرابع بعد 200. واتصالا بهذا العدوان نتابع في هذه التغطية الوقفات الاحتجاجية الواسعة التي تشهدها جامعات وعواصم أوروبية وغربية احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لو بمفتاح حماس قد تجاوزت 5000 صاروخ. These are unconscionable actions. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولاد صغار وبنات صغار. حماس. Gaza is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. هابستينشر. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية. وأفاد مراسلنا أن القصف طال منزلا لعائلة برهوم في مخيم يبنى بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. كما نفذ الاحتلال قصفا بالمسيرات استهدف المناطق الغربية من خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الإسرائيلي. وأسفر القصف الذي استهدف مربعا سكنيا كاملا عن تضرر عدد من المنازل وإصابة أكثر من 40 شخصا. وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي السلطان ما أدى لاستشهاد 4 بينهم رضيعة، كما استشهد 4 وأصيب نحو 30 آخرين في استهداف منزل آخر في المخيم ذاته. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لأربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34,388 شهيدا و77,437 مصابا، وذلك منذ 7 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب الممارسات الإسرائيلية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية. ما هي آخر المستجدات والاستهدافات الإسرائيلية لقطاع غزة؟ تحية لك محمد. يعني ارتقى قبل قليل 3 فلسطينيين كشهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من جسر وادي غزة على الأطراف الشمالية الغربية لمخيم النصيرات. هذا القصف أدى إلى استشهاد الفلسطينيين 3 وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة. نقلوا على إثر هذه الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى لتلقي العلاج هناك. إلى جانب هذا القصف لا زالت الأوضاع على الأرض مشتعلة، حيث تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك المدفعية المتمركزة في المناطق الشرقية لقطاع غزة بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وكذلك المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة والزهراء، فيما لم تتوقف هذه الآليات كذلك عن إطلاق قذائفها باتجاه المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي في وسط قطاع غزة.
هذا القصف الإسرائيلي قد سبقه قصفا إسرائيليا أيضا طال عدد من المناطق في المحافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء قرابة 6 شهداء في قصف طال منزلهم في حي تل السلطان غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف منزلا غير مأهول في المنطقة الشرقية لمدينة رفح وتحديدا في حي السلام، بالإضافة إلى عدد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أراضي زراعية في هذه المحافظة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين في أقصى جنوب قطاع غزة. نعم، هناك نقطة متعلقة بالمستشفيات التي كانت قد احتلتها قوات الاحتلال في الأيام الماضية وقامت بإخلائها، وتكشف الأمر عن مقابر جماعية منها مستشفى ناصر. هل عادت هذه المؤسسات الصحية مرة أخرى إلى العمل أم أنها متوقفة بعدها عمليات التخريب التي مارستها قوات الاحتلال بداخلها؟ المستشفيات الفلسطينية التي طالتها عمليات التخريب والعدوان الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية هي لا زالت متوقفة عن العمل ولا تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، نظرا للدمار الهائل وإلحاق الاحتلال وتعمده تدمير المعدات الطبية في داخل هذه المستشفيات، وهو ما استصعب إعادة إدخالها للخدمة مجددا حتى هذه اللحظة. وقد قالت وزارة الصحة أن 3 مستشفيات من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة هي فقط من تستطيع تقديم الخدمة في المحافظات الجنوبية والوسطى للقطاع، نظرا لاعتماد الاحتلال الإسرائيلي على نهج تدمير القطاع الصحي، فهي طالت أكثر من 150 مركزا وعيادة صحية في قطاع غزة خلال هذا أيام العدوان الإسرائيلي ودمرتها بشكل كامل وأوقفتها عن الخدمة. المستشفيات المتبقية والتي تستطيع تقديم خدماتها هي المستشفيات الموجودة هنا في مدينة رفح، بالإضافة إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، وهي بالكاد تستطيع تلبية احتياجات المرضى والجرحى، نظرا لهذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد وعدم توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الصحية والتي بات الاعتماد الرئيسي على توفيرها من خلال الشاحنات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، والتي تحمل المساعدات الطبية والغذائية والوقود وتسلمها للفلسطينيين وتشكل شريان حياة للنازحين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. نعم بشير، فيما يتعلق ببيان وزارة الصحة الذي تحدث عن ارتفاع ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 34,000 شهيد، وهناك أيضا أكثر من 77,000 مصاب، لكن هناك نقطة جاءت في هذا البيان يتحدث فيها عن أن معظم سكان قطاع غزة باتوا يشربون مياه غير صالحة للشرب ولا يتم معالجتها، يعني هذا أن مصادر المياه النظيفة قد دمرت في قطاع غزة ولا يوجد وسائل باستثناء المياه التي تأتي مع المساعدات القادمة من الجانب المصري؟ بالفعل، في خلال هذا العدوان الإسرائيلي اعتمد على تدمير كل مناحي الحياة في قطاع غزة، من ضمن هذه المناحي هي آبار المياه ومصادر المياه في قطاع غزة. باتت نسب التلوث في المياه هنا في قطاع غزة حسب ما أعلنت وزارة الصحة هي بنسب عالية جدا، قد تصل إلى 100%، وأن 100% من السكان الفلسطينيين باتوا يعتمدون على هذه المياه الملوثة، بالإضافة إلى ذلك فإن المياه الصالحة للشرب فقط هي تأتي من الشاحنات المصرية التي تدخل إلى قطاع غزة وتأتي محملة بهذه المياه التي تصل للمواطنين لشربها، ولكن الاستخدامات الأخرى للمياه هي تعتمد على المياه الملوثة للأسف، ولا تستطيع حتى الجهات المعنية والجهات الحكومية هنا في قطاع غزة من تقديم مياه صالحة للشرب، نظرا لتوقف الآبار وكذلك لارتفاع نسب التلوث في هذه المياه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح جنوبي قطاع غزة.
ونتحول من غزة إلى الاحتجاجات التي تجتاح جامعات وعواصم غربية وأوروبية على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على 36 متظاهرا في جامعة ولاية أوهايو بعد رفضهم إخلاء مكان الاعتصام والتشبث بالتظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجامعة بنجامين جونسون إن من بين المعتقلين 16 طالبا بالإضافة إلى 20 شخصا لا ينتمون إلى الجامعة. وتتواصل التظاهرات في 33 جامعة أمريكية للتنديد باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري لإسرائيل. شهدت العديد من الجامعات بالدول الأوروبية تظاهرات للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بحسب وصف المتظاهرين. ففي فرنسا أقام طلاب مخيمات لدعم غزة وعرقل المحتجون الوصول إلى مبنى حرم جامعة السوربون، كما خرج العشرات من طلاب جامعة لندن في مظاهرات تضامن مع القطاع. وفي ألمانيا اعتقلت قوات الشرطة عشرات الطلاب قبالة مقر البرلمان وديوان المستشارية في المربع الحكومي وسط العاصمة برلين، كما قامت بفض مخيم احتجاجي للمطالبين بوقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى الجيش الإسرائيلي ووقف الحصار والقصف على المدنيين الفلسطينيين العزل. وفي لندن وفي مدن بريطانية أخرى نظم متظاهرون داعمون للفلسطينيين أو مظاهرات حاشدة، حيث يتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية علاء عبود. علاء، هناك انتشار واسع لهذه التظاهرات من مدينة إلى أخرى في أوروبا بشكل عام، وأيضا ربما أيضا بدأ من الملاحظ أن يكون هناك تظاهرات بشكل أوسع بين صفوف الطلاب سواء العرب والمسلمين الدارسين في الجامعات البريطانية أو حتى من البريطانيين الداعمين للقضية الفلسطينية. مزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرات، مدى انتشارها في العواصم المختلفة والمدن المختلفة داخل بريطانيا. نعم محمد، بشكل عام هذه التظاهرة هي 13 منذ اندلاع الحرب منذ أحداث 7 من أكتوبر العام الماضي، التظاهرة 13. لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة حتى الآن كي نقول إنها بهذا الرقم أو ذاك، ولكن هناك جدل في كل تظاهرة تحدث. يقدر القائمون والداعمون لهذه التظاهرات بأنها تضم مئات الآلاف، لكن على الطرف الآخر تقدر بعشرات الآلاف. وعلى كل حال التظاهرة السابقة كانت قد وصفت بأنها الأكبر منذ بدء هذه التظاهرات المناهضة للحرب. هذا اليوم توجد أعداد كبيرة من المتظاهرين، الأعلام الفلسطينية في كل مكان. هناك تتقسم الأدوار ما بين الجميع، هي ليست أدوار منتظمة ولكنها أدوار عفوية في المطالبة الرئيسية بإيقاف الحرب ومطالبة الحكومة البريطانية بإيقاف التعاون العسكري والتسليحي والأمني مع إسرائيل خلال فترة الحرب تحديدا. وأيضا هناك توزيع للمنشورات والنشرات التثقيفية واللافتات التي تعلم الناس، تثقفهم ما معنى الإبادة الجماعية ولماذا يريدون أن تقف الحكومة البريطانية على الأقل موقف المحايد وليس موقف الداعم المطلق لإسرائيل في هذه الحرب، خشية انخراطها بشكل أو بآخر في جرائم إبادة جماعية لا يحمد عقباها وقد تنال عقوبات في المستقبل، لأن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم. القضية تأخذ معنى تثقيفي، معنى تعليمي للناس، وبالتالي تجذب أعداد كبيرة من مختلف الشرائح من مختلف المجتمعات وكذلك المعتقدات. نرى تقريبا كل الجنسيات في هذا المكان ترفع شعارا واحدا وهو أيضا إيقاف الحرب. وأيضا إذا ما مالت الكاميرا قليلا لتبين لنا الصورة، المشهد هكذا يبدو، هناك هتافات، هناك
منشورات تعليمية تثقف الناس، تريد إيقاف الحرب، وكلها تجمع على أن هذه الحرب غير عادلة. أيضا هناك مطالبات للحكومة البريطانية بالإفراج أو الكشف عن موقفها من مسألة المحامين الذين تجاوز عددهم 400 والذين قدموا توصية للحكومة بأنها قد تساهم بشكل أو بآخر، إن كانت على علم أو غير علم بأنها يمكن أن تساهم بمسألة ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم الحرب. وبالتالي المحامون يقولون إن كانت الحكومة تعلم، والحكومة متمثلة بشخص رئيس الوزراء وتحديدا وزيري الخارجية والدفاع، إن كان يعلمان أو كان على اطلاع من عدمه فإن هذا لا يعفيهما من المسؤولية الجنائية في هذا النوع من الحروب، خصوصا أن هناك تحذيرا قد وصلهما من هؤلاء المحامين وبينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا. أيضا هناك مطالبات للحكومة، وهذه المطالبات أيضا تلقفها من يتظاهر الآن في هذه التظاهرة وفي غيرها، يطالبون الحكومة بالكشف عن المشورة القانونية التي قدمت لها بشأن التعاون مع إسرائيل في هذه المرحلة. إذن هذا هو واقع الحال. كل يوم سبت يخرج هؤلاء المتظاهرون، وأيضا كان مقدرا أن يخرج تخرج التظاهرات المضادة التي تضم الجانب الآخر المؤيد للحرب أو الذي يصطف مع إسرائيل أو الذي يقف بالضد من هدف هذه التظاهرات، كانت ترفع شعار نسير معا، وهي تضم مجموعات يهودية نظمت هذه التظاهرة التي كان يراد لها أن تنطلق اليوم بقيادة جدعون فالتر الناشط اليهودي المعروف. السبت الماضي كان حاول الاقتراب من تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ومنعه شرطي من شرطة العاصمة، واتخذ هذا الموضوع منحا تصعيديا وصار مادة سجال بين المؤيدين والمعادين لفلسطين. هناك من قال إن الشرطة البريطانية تنحاز وطالبوا بإقالة مفوض الشرطة، لكن عمدة لندن قدم كل الدعم وقال إنني أثق بجهاز الشرطة وأن من واجباتها ووفق تعليماتها أن تفصل بين المتظاهرين كي لا تقع مشاكل. وبالتالي كان التظاهرة مقرر هذا اليوم، ولكن تم إلغاؤها بالأمس وبحجة الدواعي الأمنية، وقال ناشطون من هذه المجموعات اليهودية أنهم تعرضوا للمراقبة وأنهم قد يتعرضون للخطر، وأرادوا إرسال رسالة بأن وجودهم كمجتمع يهودي، سيرهم في الشوارع الذي لا يحتاج إلى إذن من أحد بطبيعة الحال، هو معرض للخطر خصوصا في هكذا نوع من المنافسات السياسية وحالات التعبير. لكن على في المقابل عفواً المقاطعة، هذه التظاهرة نعم عفواً المقاطعة، لكن كان من بين الملاحظات في الأيام السابقة لهذه التظاهرات أن تضم جماعات يهودية معارضة لإسرائيل أيضا ومؤيدة لوقف الحرب ومؤيدة لحل الدولتين، هل ملحوظ في هذه المظاهرة وجود مثل هكذا جماعات؟ بالضبط، ما تقوله صحيح تماما، وهناك الكثير من الجماعات اليهودية التي هي تقف بالضد من الحرب وتقف بالضد من مجمل السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وتدعو إلى السلام، ولكن الإجراء الذي تتبعه الشرطة هي تحاول أن تفصل بين المتظاهرين، لأن كما أسلفت جدعون فالتر حينما جاء إلى التظاهرة كان يعتمر القبعة اليهودية ذات الصبغة الدينية أو ذات الدلالة الدينية، وعلى هذا الأساس طالبه الشرطي بالابتعاد وقال له أنت يهودي بشكل علني وواضح. نعم. هذه الكلمة اتخذت وكأنها مثلبة على الشرطة، وبالتالي تحاول الشرطة الفصل بين التجمعين المتضادين. حتى الآن بالمشاهدات العينية لم ألاحظ وجود يهود في هذه التظاهرة، على الأقل لأكون دقيقا في المكان الذي أنا فيه لم تلحظ عيني وجود يهود مؤيدين لفلسطينيين. وعلى ذكر الجامعات محمد التي تفضلت بذكرها قبل قليل، أيضا هناك سجال داخل الجامعات وهناك اتهام للسلطات البريطانية، سلطات التعليم، بأنها تتخذ نهجا أكثر تشددا مما تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا الطلاب يطالبون في كل تظاهراتهم في جامعة UCL، جامعة وارويك المرموقتين، يطالبون جميعا بإيقاف التعاون البحثي مع الحكومة الإسرائيلية أو مع الجامعات الإسرائيلية أو مع الجيش الإسرائيلي، خصوصا جامعة تل أبيب التي يقال أو
يتهمها الطلاب المناهضون للحرب بأنها تتعاون مع الجيش. هم يريدون إيقاف الاعتقالات وإيقاف هذه الحرب وأن يصل صوتهم وأن لا تكون الجامعات ساحات للاعتقال أو اعتقال أو قمع الرأي السياسي. إذن هذه هي الصورة بالمجمل، بدأت هنا من ويستمنستر من أمام مبنى البرلمان وستذهب باتجاه منطقة الهايد بارك، تمتد على طول هذه الجغرافيا مرددة ذات الشعار، الشعار الأكبر تحرير فلسطين وأوقف الحرب أوقف الإبادة الجماعية. هذا واضح ربما من الشعارات التي ترفع في هذه التظاهرة على، لكن السؤال الذي يدور الآن ما مدى تأثير هذه التظاهرات الحاشدة في لندن ومدن بريطانية أخرى على قرار الحكومة في الدعم المستمر لإسرائيل؟ حتى الآن كل هذه التظاهرات، هذه الأصوات الهادرة، هذه الأصوات العالية القريبة جغرافيا من البرلمان، ولكن يبدو أنها لا تصل إلى آذان السياسيين. الحكومة لها أجندتها، الحكومة توصف في كثير من الأحيان بأنها حكومة أقرب إلى اليمين، اليمين هو بطبيعة الحال يقف مع إسرائيل، وبالتالي لا زحزحة في موقف الحكومة باتجاه إسرائيل. هناك خطاب قد يكون سلس، قد يكون مرن، يطالب إسرائيل ليس بإنهاء الحرب أو إيقاف ما تتهم به من ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب، يطالبها بتجنب المدنيين. وهذا الخطاب هو تقريبا متماهي ومتشابه ما بين الخطاب الأمريكي والخطاب البريطاني، لكن واقع الحال لا يوجد تغيير في موقف الحكومة البريطانية. صحيح أن هناك أصوات سياسية تطالب مثلا وزيرة الداخلية السابقة سويلا بروفرمان، الحادث الذي أسلفته قبل قليل بخصوص التجمعات اليهودية، طالبت بقالة قائد الشرطة، هناك مطالب بالضغط على الحكومة للدفع باتجاه مواقف أكثر تشددا مع إسرائيل، وأقصد التشدد من الناحية الإيجابية، أن تصطف مع إسرائيل بشكل أكبر. ولكن الحكومة لم تغير موقفها، لا تغيير واضح في السياسات الخارجية، لا تغيير واضح في مسألة إيقاف الدعم العسكري والاستخبارات ربما ذلك أثر، ربما هنا تتجلى إذا عادت من الذاكرة إلى الوراء. نعم، لكن هل يؤثر على شعبية الأحزاب اليمينية في داخل بريطانيا بشكل كبير أم أن التأثير ربما يكون قليل وهي مستمرة في سياساتها؟ محمد، هذه نقطة غاية في الأهمية، مسألة الرأي السياسي والتعبير عن الرأي السياسي ربما يضمحل تدريجيا كلما ابتعدت الانتخابات أو يهمله السياسيون بشكل أو بآخر، باعتبار الانتخابات قريبة، وبالتالي هذه الأصوات يجب أن تسمع لأنها ستؤثر وبالتالي تحدث انقسام بالنسبة للنواب أو السياسيين أو الأحزاب المؤيدة أو الأحزاب القريبة من الخطاب الفلسطيني أو من قضايا الشرق الأوسط أو التي تريد أن تسمع هذا الخطاب، ربما تتخذ هذه التظاهرات وسيلة للتكسب السياسي، والأطراف الأخرى يمكن أن تستخدمها أيضا ولكن بالاتجاه المعاكس، هي تروج للإسلاموفوبيا، تروج لكره الغرباء، تروج لقضايا بأن هؤلاء لا يدعمون فلسطين، هؤلاء يدعمون حماس، وبالتالي القضية سلاح ذو حدين بيد الطرفين، ولكنها لا شك أصبت تماما محمد بأنها ستستخدم استخدام سياسي. وعطفا على السؤال السابق بأن هذه السياسات، هذه التظاهرات هل ستؤثر على الحكومة أم لا، إذا عادت من الذاكرة إلى الوراء كانت من أكبر التظاهرات في تاريخ بريطانيا الحديث، ظهرت قبل العام 2003 قدرت بالمليون أو الأكثر لوقف الحرب وعدم مشاركة بريطانيا في الحرب، ولكن قوبلت بآذان صماء ولم تسمع الديمقراطية العريقة نداءات الجماهير، وهي كأنها تترجم العبارة قل ما تريد، تظاهر ما كما تشاء، ولكننا كحكومة سنفعل ما نشاء، في أبسط تسفيه وربما تقزيم لمعنى الديمقراطية وسماع أصوات الناس. لكن على يبدو أن الموقف ربما يزداد اشتعالا بين الطلاب وأيضا المؤيدين للقضية الفلسطينية والمؤيدين لوقف الحرب، ليس فقط في لندن وإنما في عواصم غربية مختلفة وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا على عبود، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية التي ألقينا الضوء فيها على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى التظاهرات الحاشدة التي تشهدها مدن مختلفة من العالم مؤيدة للفلسطينيين ولوقف هذه الحرب التي تقودها إسرائيل منذ أشهر على قطاع غزة. بعد قليل نشرة رياضية من القاهرة الإخبارية، أرجو أن تبقوا معنا.